ما حكم من يصلي قيام شهر رمضان قبل العشاء؟ هذا ليس قياما. القيام يبدأ بعد العشاء ولو كان مسافرا جامعا بين الصلوات. يعني أنا مسافر اسكندرية صليت المغرب والعشاء ورحت قايم مصلي التراويح قبل العشاء ما تأذن، ما يجراش حاجة كده، صح؟ لأنها بعد صلاتي للعشاء. لكن أنا مقيم في بلدي هنا وصليت المغرب بعدين قمت صليت 20 ركعة بتاع التراويح قبل العشاء ما يجي، لا، افطر بس وكل وربنا يقويك واستنى العشاء، صلي العشاء وبعدين صلي التراويح لأنه ده وقتها.